تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسه الكتاب المقدس، ولازلنا بنتابع دراستنا في رساله تسالونيك الاولى. ما هي اراده الله تجاهنا كمؤمنين؟ سؤال مهم بنجاوب عليه في حلقتنا النهارده في جلستنا الحواريه اللي بندعوك تشاركنا فيها. اهلا بيك. فمن ثم ايها الاخوه، نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله، تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. في آخر أصحاح 3 الرسول كان بيطلب ليهم أنهم يزدادوا في المحبة بعضهم لبعض وللجميع، وأشار أيضا إلى القداسة أمام الله أبينا. وفي أصحاح 4 يستطرد في التحريضات عن القداسة والمحبة الأخوية، وأن يمارسوا أعمالهم الزمنية بهدوء ويسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، في الأعداد من 1 إلى 12. في بداية الأصحاح يبتدي بأسلوب راقي جدا في التحريض، فيقول لهم من ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع. مش بنطلب منكم ولا بنديكم أوامر ولا بنفرض الوصايا عليكم، لكن بأسلوب رقيق جدا وحاني جدا كأنه بيتوسل إليهم في الرب يسوع أنهم كما تسلموا كيف يجب أن يسلكوا ويرضوا الله يزدادون أكثر. الرسول لما كان معاهم كلمهم بهذه التحريضات، وراهم أن كل امتياز بتقابله مسؤولية، وأن وضعهم الجديد حتما سيختلف عما كانوا عليه في الوثنية، ومن أهم الأشياء القداسة العملية لأنهم جايين من خلفية وثنية. كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله؟ تحريض مستمر لحياة القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. أن نعيش في رضا الرب، الحقيقة ده هدف ينبغي أن يصحب المؤمن في حياته اليومية من الصبح لليل، كل يوم يحترس أن يكون مرضيا عند الرب، يختبر ما هو مرضي عند الرب. في رسالة كولوسي يقول لهم أن تسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. وكلمة رضا أو ما هو مرضي عند الرب كل ما يجلب السرور لقلبي، ببساطة اللي يفرحك يا رب، هو ده اللي أنا أدور عليه وأكون حريص جدا أني أفرحك طول اليوم. أعملش أي حاجة تزعلك أو تحزن الروح القدس، لكن بعيش في رضاك وما يجلب السرور لقلبك. الرب يسوع تبارك اسمه أعظم مثال على كده، يوحنا 8:29، في كل حين أفعل ما يرضي. أخنوخ من أشهر الناس في العهد القديم اللي شهد له أنه قد أرضى الله، صار مع الله وأرضى الله. ببداية أصحاح 4 احنا بنبتدي قسم ثاني في هذه الرسالة، نقدر نشوف أن أصحاح 1 و2 و3 بولس يحكي عما حدث. واحنا فعلا واحنا بندرس أصحاح 1 و2 و3 شفنا أنه معظمه
حكايات عن ما حدث في الماضي، بدءا من هذا الأصحاح، بدءا من أصحاح 4:1 يتكلم كمعلم ماذا يجب أن يكون ويكمل نقائص الإيمان بقدر الإمكان. يعني نقدر نقول أنه في الأصحاحات 3 الأولى مؤرخ يسجل ما حدث، وفي الأصحاحين الأخرانيين معلم يكمل نقائص إيمان المؤمنين في تسالونيكي. الحقيقة كمان يلفت نظر كلمة تزدادون أكثر، لأنه هو كان بيمدحهم في الأصحاحات اللي فاتت على يعني مستواهم الراقي وعلى حالتهم الكويسة وكمان في المحبة وفي السلوك، لكن في الجزئين دول في المحبة وفي السلوك بالقداسة بيقول لهم تزدادون أكثر، وبرضو بعد شوية هيقول لهم أطلب أن تزدادوا أكثر في المحبة. ففي الحياة المسيحية وفي الحياة مع الله مفيش مستوى بيبقى ده الخط النهاية، دايما في مجال للزيادة، دايما في فرصة للنمو، لأنه الحقيقة المقياس هو مقياس الله نفسه، كونوا قديسين لأني أنا كما أني أنا قدوس، وكونوا كاملين لأن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فالمقياس هو أعلى حاجة ممكنة، وعلشان كده دايما قدامنا طول السكة مشوار نمشي، حتى في الأبدية برضو. يعني لما يقول لنا في أفسس 3 إلى أن تمتلئوا إلى كل ملء الله، بمعنى أنه لن نصل في يوم من الأيام إلى أننا نبقى في ملء الله وإلا نبقى آلهة، لكن إلى، وهذا معناه أن الزيادة مش بس في الأرض، حتى عندما نصل إلى المجد في السماء. بيبتدي الأصحاح بكلمة فمن ثم، يعني بالبسيط وبعد، أو أقدر أقول بناء على ما تقدم، أنتوا عندكم اختبار رجوع إلى الله ولا أروع، عندكم اختبارات اختبرتم فيها الله في معاملاته معاكم حتى بالضيق، عندكم تشجيع وتعضيد وتثبيت من خدام، عندكم سلوك طيب، كل الحاجات دي مؤهلات سلوك أفضل. صحيح. يعني مش مجرد أن أنا اكتفيت باختبار خلاص. في ناس عندها فكرة أنه يعني تجدد وتمدد زي ما بيقولوا، لا هي مش كده خالص، بالعكس لما بفتكر كيف عاد بي الله من بعد وكيف يتعامل معايا كل الطريق، ده بيحفزني ان اكون افضل في اللي جاي. لانكم تعلمون اي وصايا اعطيناكم بالرب يسوع. في فرق ما بين وصايا الناموس التي لا تعطي للانسان قوه على التنفيذ ويظل الانسان تحت الشعور بالعبوديه وانه مش قادر ينفذ، وما بين الوصايا التي تقدمها النعمة للإنسان الجديد بعد ما امتلك كل الإمكانيات الإلهية، أخذ طبيعة إلهية، أخذ أقنوم الروح القدس، أخذ صنف حياة المسيح السماوي، وعشان كده ده قانون حياته الجديد بتحكم تصرفاته كلها. لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. في رومية 12 يقول لهم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، وهنا يحدد جزء من هذه الإرادة أن نعيش حياة القداسة العملية. فهذا هو المخطط الإلهي لنا، اختارنا لنكون قديسين أو قدوسين زي ما هو قدوس عشان نكون في توافق معه و بلا لوم، لأنه هو نفسه بلا لوم في طرقه، وده اللي هنكون عليه طول الأبدية. لكن من أول يوم ارتبطنا بيه إحنا أخذنا الطبيعة الإلهية اللي تمكننا من حياة القداسة. هذه إرادة الله من جهتنا، أن تمتنعوا عن الزنا. والحقيقة قد يبدو غريب أنه المؤمنين الحلوين دول اللي جوهم نقي دول زي يهبط مرة واحدة ويحذرهم من الزنا. هذا ليس بعيدا عنهم، لأنهم كانوا وثنيين، ولأنهم بشر يحتاجوا إلى هذا التحريض وإلى هذا الحذر والسهر. لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة. لو عرفنا أن هذه الرسالة كتبت من كورنثوس يمكن ما نستغربش كتير من التحذيرات الواضحة والقاطعة
عن أن الواحد يمتنع عن النجاسة وعن الزنا وعن الهوى، لأن كورنثوس بلد كانت متهتكة ومستبيحة إلى أقصى الحدود، لدرجة أنه كان تعبير كورنثي يعادل يعني شتيمة. إذا قلت عن واحد أنه كورنثي معناه أنه يعني عايش في النجاسة حتى النخاع. هذا هو الجو الذي كان فيه الرسول بولس في كورنثوس، وهو يرى النجاسات من كل حدب وصوب وعلى كل ألوان وأشكال النجاسة. لذلك في أصحاح 4 وهو يذكر أن المؤمنين في تسالونيكي كانوا أصلا وثنيين، كانوا بيشربوا الإثم كالماء، كان جزء من العبادة النجاسة، حتى أن هناك قديسات، القديسات دول معناهم إيه؟ ناذرات نفوسهم للزنا، يعني ناس ناذرين نفسهم في معابد الآلهة الوثنية للزنا، دول يسموا قديسات. إلى هذه الدرجة فبولس قال لهم لا، إحنا مختلفين تماما، إحنا لما كنا عندكم وصناكم وقلنا لكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن زي ما بيقول في الأعداد اللي إحنا قريناها اللي هي في منتهى الأهمية بالنسبة لكل شخص. ولو تذكرنا أننا نعيش الآن في عالم ملوث للغاية للغاية، يعني بقت النجاسة في الموبايل، بقت النجاسة في الإنترنت، في كل حتة في نجاسة من أبشع ما تكون. قد إحنا محتاجين لهذه الوصايا أنها تقال لنا من الله نفسه، احذر لأن الله لا يتهاون مع النجاسة. القداسة هي الانفصال إلى الله عن الشر والنجاسة، فهي فيها جانب إيجابي، مش بس أني ما أعملش النجاسة، لكن أنا بخصص نفسي لله، الله القدوس، وأسير في توافق معه في طبيعته. كمان بيبتدي التحريض ده عن القداسة بيقول لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع. الحقيقة أنه حكاية طاعة الوصية يعني أحياناً بتشكل لنا أزمة، لأنه في أذهاننا وفي أذهان ناس كتير ممكن يكون الوصية دي حاجة مزعجة، كأنه واحد بيفرض علي حاجة أو بيأمرني بأمر. لكن الحقيقة الفكر، فكر الكتاب المقدس عن الوصية مش كده خالص. فكر الكتاب المقدس عن الوصية زي ما يكون أب ماسك إيد ابنه اللي لسه بيتعلم المشي، اللي لسه مش عارف يمشي، وبيهديه في الطريق. والآية الجميلة بتاعت سفر الأمثال أصحاح 6 اللي بتقول، وهو بيتكلم عن الوصايا، بيقول إذا سرت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. فالوصية ما هياش حاجة تقيلة، وبيقول كده الرسول يوحنا إنه هذا في هذا محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. القداسة. كثيرا ما نتساءل ما هي إرادة الله لحياتنا، ونتوقع أن تكون الإجابة في صورة إعلان ما عن الخطوة التالية التي يجب أن نأخذها في الحياة. ولكن إن كان هذا هو كل ما يشغلنا بخصوص أمر معرفة إرادة الله، فنحن نخطئ خطأ عظيما. فالرسول هنا يكلمنا لعن إرادة الله الغير معلنة، والتي نكتشفها خطوة بخطوة من خلال مسيرنا معه، بل يتحدث عن إرادة الله المعلنة والتي يجب أن نسعى لنحيا فيها دائما. وهذه الإرادة هي ببساطة القداسة. ما هي القداسة؟ أن تقدس شيئا هو أن تفصله وتخصصه، تفصله عن كل ما حوله وتخصصه لشيء واحد فقط. أن نحيا في القداسة يعني أن ننفصل عن كل شر وشبه شر، كل ما يتعارض مع طبيعة الإله الذي نعبده، ونخصص أنفسنا له بالتمام. هذا لا يحدث من خلال قوة إرادتنا، بل من خلال إعلان الله عن ذاته وجماله لنا، فيكون رد فعلنا هو أن نلتصق به أكثر فأكثر، وننفصل عن كل ما يفصلنا عنه، أي الخطية.
أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. الأعداد اللي طرت علينا من 4 لغاية 8 في الحقيقة لا توجد نغمة أشد وأوضح من هذه النغمة، لما بيقول كده تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. ماذا تعني يقتني إناءه؟ الإناء صورة للجسد. خلي بالك الجسد ما بقاش بتتصرف فيه كما يحلو لك، لكن عليك أن تقتني إناءك جسدك بقداسة وكرامة. لما نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 6 بيقول لنا كلام في منتهى الأهمية، بيقول كده اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارج عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى الجسد. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لذلك أمر خطير أن الواحد يتعامل مع الزنا بأي شكل. والرب احنا فاكرين عظة الجبل، سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، بس أنا بقول لكم حاجة تاني، مستوى القداسة في المسيحية أرقى جدا من اللي كان تحت الناموس، من نظر إلى امرأة بقصد الشهوة لكي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. عشان كده لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. اتكلمنا لسه عن الحالة في كورنثوس قد ايه كانت منحطة أخلاقيا وأدبيا. لا ما تعملوش كده، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. وبعدين يقول أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، أمر في منتهى يعني الشدة. وبعدين يقول لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. وتعبير منتقم تعبير مش سهل. أتذكر في عبرانيين 13 بيتكلم الرسول بولس كده، ليكن الزواج مكرم عند كل واحد والمضجع غير دنس، وأما العاهرون والزنات فسيدينهم الله. دي في أول أصحاح 13. لو تتذكر آخر كلمة في أصحاح 12 مخيف هو الوقوع في يد الله العلي، لأن إلهنا نار آكلة. وفي الحقيقة احنا شفنا في الحياة وسمعنا في الحياة قد في ناس تطاولوا في هذا الأمر، وقد كان قضاء ربنا صعب وخطير. ولذلك يا ريت نفكر نفسنا، نوعظ نفسنا كل يوم أن الله يريد القداسة، وزي ما سمعنا من الأخ رامز المستوى عالي، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. برضو في كورنثوس الأولى 6 الجزء اللي قبل اللي حضرتك قريته في عدد 13 يقول ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، الرب الذي اشتراه. أيوة. والرب للجسد باعتباره السيد على جسدي وهو المسؤول. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ صحيح. يحط تحذيرات في منتهى الخطورة. وأنا لما أفكر نفسي أن جسدي ده ملك للرب، أنا عضو في جسد المسيح، ما ينفعش إطلاقا أن عضو في جسد المسيح يتصرف كما يتصرف الأمم الذين لا يعرفون الله. صحيح. يسمي الجسد إناء، يعني جواه الجوهر. طب خلاص بقى الإناء نعمله أي معاملة،
لا مش كده خالص، حتى الإناء دوت غالي ومهم عند الله، لأن الروح والنفس والجسد بالنسبة لكل مؤمن مشترين مدفوع فيهم تمن. عشان كده حتى من حق الله أنه يشوف قداسة وأنه يتمتع وأنه يبقى راضي حتى عن تصرفات الجسم نفسه. أنت عارف حضرتك الكلام اللي بتقوله ده كان من ضمن جزء من الفلسفة الغنوسية في أيام الكنيسة الأولى، المادة شر. فكان بعض الناس من المعلمين الكذبة يقولك حيث أن المادة شر والجسد مادة فهو شرير على أي حال، فاعمل به كما شئت. وهناك العديد من البدع التي تسربت إلى المسيحية في القرنين اللي فاتوا بتعلم بنفس التعليم، لذلك ما أخبث الشيطان، وعلينا أننا نحذر من تعليم سموم الشيطان التي يبثها في المسيحية. هو بيقول لهم لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. وهو كان بيقول لبتوع تسالونيكي في الأول كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء إلى آخره. ففي الفصل واضح جدا، وهو ده زي ما أشرنا قبل كده، هو ده معنى القداسة. ما احناش زي باقي الناس، الناس كلها بتعمل ما كله يعمل زي ما هو عايز، لكن احنا مختلفين. الأمم الذين لا يعرفون الله، حتى لو زي ما قال بتوع كورنثوس قبل كده هكذا كان أناس منكم. زمان كان حاجة، دلوقتي ما عادش ينفع اللي كنتوا بتعملوه زمان. قبل كده كنت بعمل وبعمل وبعمل، لا خلاص، طالما رجعت إلى الله، جيت للمسيح، الحياة اختلفت تماما. وهي دي القداسة، إنه أنا مش زي باقي الناس، أنا مختلف، أنا بتاع ربنا، أنا بتاع الله، أنا ملكه وأنا تبعه، أنا مش زي باقي الناس. لأنه في حجة كتيرة بنسمعها، أو حجة وهي يعني طب وفيها إيه، ما كل الناس بتعمل كده. لا ما فيش حاجة، إحنا مش زي باقي الناس. لما يقول ولا في هوى شهوة، هو يترجمها في حتة تانية شهوة جامحة. الحقيقة أنا بس عايز أقول إنه المشكلة إن الشهوة عرض أي واحد نجيله شهوة، بس الكتاب يعلمنا إن مش مشكلة، في إنه لأن في ناس عندها فكرة إنه لو أنا بصيت البصة دي خلاص كأني عملتها كمل. لا، هي القضية الكبيرة عند الكتاب إن الشهوة متى حبلت تنتج خطية. يعني متى حبلت؟ في التقط إرادتين مع بعض، رجل وامرأة، فكانوا عايز يقول في ارتضت إرادتي أنا إن هي تكمل النظرة اللي أنا ممكن نظرتها دوت. لكن لو الواحد اتعلم إنه لو شاف نظرة غلط يرجع للرب بسرعة، الحقني يا رب أنا ببص غلط، ياخد نفسه بعيد عن القصة ديت، مش يستسلم للأمر. لأنه المشكلة أنه هي الوثنيين يمشوا وراء، أو الأمميين كانوا بيمشوا وراء الشهوات ديت، خلاص جات الشهوة كملها، إيه المشكلة؟ لا، هي مش كده خالص. يقولنا ما تمشوش وراء الشهوة الجامحة زي ما بتستولى على الناس اللي بيعرفوا إن شاء الله. المسيحية إيجابية وليست سلبية، فمش المطلوب أن أنا ما أعملش الغلط، لكن أن أنا أعمل الصح. والصح ده في رومية 6:19 يقول تقدموا أعضاءكم آلات عبيدا للبر للقداسة. ده منهج الحياة، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. في أصحاح 7 من كورنثوس الأولى قال لهم ليكن لكل واحد امرأته ولكل واحدة رجلها، ولا أحد يطمع على أخيه في هذا الأمر. بالأسف ده اللي حصل مع داود لما اشتهى وأخذ بثشبع امرأة أورية الحسي، وأورية الحسي ده كان واحد من أبطاله، لكن ما فعله داود كان قبيحا جدا في عيني الرب. داود كسر 3 وصايا: لا تشتهي امرأة قريبك، لا تزني، لا تقتل، وهو وقع في 3 بكل أسف. الزنا والهوى والشهوة الرضية والنجاسة اللي بيقولها عنها هنا بيتكلم عنها زي ما فهمنا بأقوى العبارات، ويذكر لنا أقانيم اللاهوت 3. فأول حاجة يقول لنا في 6 لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. وبعدين لأن الله، هنا الآب، لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة. وأخيرا إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. فعندما أرتكب هذه الخطية أنا أخطأت ضد الرب وهو منتقم، وضد الله الذي لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة. ثم أنا عملت خطية ضد الروح القدس،
لأن الروح القدس يسكن في داخلي، فكيف والروح القدس مش هيسيبني، فكيف أذهب به إلى هذا المكان وأمارس بجسدي هذه الخطية والروح القدس يسكن؟ أنا مش قد الله في الحقيقة. لم يدعنا للنجاسة مش بل للقداسة، لكن في القداسة فهي منهج سلوكي، منهج حياتي من أول يوم ارتبطت فيه بالرب. والذي يرزل لا يرزل إنسانا بل الله، وده اللي ظهر حتى في العهد القديم في البدايات، ما كانش عنده وصية ولا شريعة يوسف في تكوين 39، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كان فاهم أنه لما يعمل كده سيخطئ إلى الله. وداود برضو بعد ما أدرك وتاب، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صمت. الحقيقة في الربط ما بين التطاول على الأخ، لأنه هنا بيتكلم لناس مؤمنين، فربما حد يتطاول على أخيه أنه يعني يمارس هذه الخطية مع زوجة أخيه اللي هو أخوه في جسد المسيح، ده شيء بشع جدا لدرجة أنه بيقول لو بتعمل كده أنت مش بتحتقر إنسان، ده الله، لأنه الروح القدس اللي زي ما حضرتك أشرت ساكن فيا، ده كمان ساكن في أخويا لو هو أخ مؤمن حقيقي. لو أنا بحتقر، أنا مش بحتقر بس أخويا، ده أنا بحتقر الله الروح القدس اللي ساكن في أخويا. شعبك هنا واقف أمامك، جايين بهيبة قدام جلالك يا عالي يا I'll be
ايدك تحفظها، تمد ايدك وتصونها، صوت الترنم يغمرها، تيجي بحضور ملموس. مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب، وتحفظه في التجارب، وابليس يعود مفروض. أما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. الآيات من 9-12 اللي سمعناها بتتكلم على الجزء الثاني اللي سمعنا أنه الأصحاح ده بيكلمنا عنه في الجزء ده، هو المحبة. والحقيقة في ارتباط كبير ما بين المحبة وما بين القداسة، وهنا بيركز على المحبة الأخوية. وزي ما بولس قال في مكان تاني أنه المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة الأخوية هي الدافع وراء حياة القداسة. انه انا لو بحب اخواتي وبحب كل الناس طبعا، اكيد مش هعمل حاجة تسيء الى اخويا او الى اخواتي في الجسد او الى اي حد من الناس. فالحقيقة المحبة الاخوية هي الجانب الاخر او الوجه الاخر للعملة بتاع القداسة. هنا بيركز أكتر مش على المحبة بصفة عامة، لكن على المحبة الأخوية، ودي خاصية بتميز كل أفراد العيلة، عائلة الله، إن هم أخذوا من الله طبيعة جديدة بيحبوا كلهم بعضهم بعض زي الأولاد. ودي حاجة رائعة جدا وجميلة جدا، ما هياش مجرد مشاعر إنسانية عادية مبنية على علاقات اجتماعية أو صداقة أو أي حاجة، لا، دي حاجة مختلفة، مصدرها مختلف، نوعها مختلف. وبنحسها لما بنقابل حد مثلا من واحد معرفوش قبل كده، وربما من جنسية مختلفة أو بيتكلم لغة مختلفة، وأول ما أشوفه أحس على طول أنه في علاقة بتربطني بهذا الشخص. هي دي المحبة الأخوية، لأنه حاجة بنحسها بالروح القدس اللي ساكن فينا، اللي بواسطته انسكبت محبة الله في قلوبنا. عشان كده بيقول لهم أنتم لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. دي حاجة ما عملتوهاش أنتوا، دي حاجة أخدتوها من الله، زي ما بيشرح الرسول يوحنا في رسالته الأولى شرح مستفيض في كل الرسالة عن القصة دي، أنه
احنا اولاد الله، وبما اننا في عائلة الله فاحنا بنحب بعضنا البعض. نقدر نقول ان الاعداد ال 12 الاولى بتكلمنا عن المحبة بصورة او باخرى. الاعداد الاولى المحبة النجسة، خليني اسميها الهوى، وعشان كده قال لا في هوى شهوات. يعني في ناس بتعتبر ان ده حب او محبة، لا ده موضوع مختلف تماما، ده اساءة استخدام المحبة. وبعدين اتكلمنا عن المحبة الأخوية، ودي أنا عاوزكم تزدادوا فيها أكثر. وبعديها في عدد 11 و12 عن إساءة استخدام المحبة الأخوية. مش احنا بنحب بعض؟ طب أنا مش هشتغل وانت تأكلني، يلا بقى يا عم خليك جدع. لا، دي إساءة استخدام المحبة الأخوية، فده العددين الأخرانيين اللي بيحذرنا الرسول منه. أأكد على كلام حضرتك بخصوص أنه الجزء الأولاني اللي بيتكلم على خطية الزنا فعلا في العالم حوالينا، ولو مش بس يعني في ذهن الناس، كمان الميديا والأفلام وكل الحاجات دي بتتكلم على الزنا على أنه هو ده الحب، والعلاقات خارج الزواج أو قبل الزواج أو كل الحاجات دي بتقدم بطريقة عادية جدا وكأنه هو ده الحب. وإحنا كأولاد لله إذا سبنا نفسنا نتشبع بهذه الأشياء هيبقى ده اللي في ذهننا برضو، لكن كلمة الله بتقول غير كده، كلمة الله بتقول عكس كده تماما، مش هي دي المحبة، مش هو ده الحب، الحب حاجة تانية خالص غير كده، المحبة اللي بنتعلمها من الله. عشان كده الثقافة اللي بتقدمها الميديا حوالينا في منتهى الخطورة، لأنها بتبص هذا الفكر أن هو ده الحب، ولما الشاب بيتشبع بالأفكار دي بترسخ جواه، لما تبقى الثقافة عالمية معرض جدا أنه ينزلق في هذا التيار، لكن لما تبقى الثقافة كتابية مش ممكن هينزلق، وهيقدر يميز فورا ما بين الهوى والشهوة وما بين المحبة المقدسة التي من الله. لذلك قال الرسول لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا بتجديد أذهانكم. اقعد طول اليوم قدام الميديا اللي كان بيكلمنا عنها الأخ رامز وانت هتتشبع بهذه الأفكار، هتجيب من يعني معلوماتك هتيجي منين؟ ما انت عمال تتفرج. اقعد قدام الكتاب هتتعلم الصواب. كانوا محتاجين انه يكتب لهم عن القداسة، لكن لما جه للمحبة الأخوية قال فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلمون من الله. بان فيكم من أول يوم تعب المحبة، وكان شيئا تلقائيا ظهر فيكم بمجرد ما أنتوا قبلتوا الرب، كنتوا بتظهروا تعب المحبة وكانوا بيشاركوا في احتياجات الرسول بولس والقديسين من بداية تعرفهم بالرب. ودي الحقيقة علامة من علامات الحياة، نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة، محبة نقية من صنف إلهي سماوي. جميل قوي العبارة بتاعت لجميع الإخوة، وهو ده النوع ده من المحبة كده. لو أنا بعتمد بس على المحبة البشرية العادية ممكن يبقى في واحد استلطفه واحد ما استلطفوش، واحد بالنسبة لي دمه خفيف واحد دمه تقيل، يعني الحاجات دي لا وجود لها بالنسبة للمحبة الأخوية. الحقيقة جميلة جداً فإنكم تفعلون ذلك لجميع الإخوة، لكن من الناحية الثانية بيقول لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها، وعلشان كده في مجال الزيادة أطلب أن تزدادوا أكثر، لأنه ممكن يبقى في اتساع على المستوى الجغرافي، فأحب الإخوة مش بس اللي في مكدونية لكن في أماكن تانية، وكمان على المستوى العمق، مستوى عمق المحبة وإظهاراتها المتنوعة في مجالات كتيرة، في الاهتمام باحتياجات القديسين، في رعايتهم، ويعني في مجالات كتيرة لإظهارها. في ثلاثية جميلة، الإيمان والرجاء والمحبة. والكتاب المقدس بيكلمنا عن ازدياد في الإيمان، ازدياد في الرجاء، ازدياد في المحبة. لو رحنا للوقا 17 يقول لنا أن التلاميذ قالوا للرب يا رب زد إيماننا، زد إيماننا. لو رحنا لرومية 15 هنلاقي الرسول بولس بيقول وليملأ إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وهنا
تزدادوا في المحبة. يبقى شيء جميل أننا نزداد في الإيمان، في الرجاء، في المحبة. إن كان بيتكلم على الدائرة الأضيق، دائرة المؤمنين، بيتكلم عنه في المحبة، فعايز يقول لهم برضو عليكم دور للدائرة الأوسع، تعيشوا حياتكم بهدوء. المؤمن مسالم وهادي بطبيعته، مش بتاع مشاكل، وفي نفس الوقت حتى مش بتاع أنه يتسمع صراخ وصخب من البيت بتاعه. تعيشوا بحياة هادئة، والناحية التانية تشتغلوا بأيديكم شغلكم، زي ما رسول بولس نفسه كان بيقول إن حاجتي وحاجت الناس اللي معايا بإيدي، أنا جبت الخدمة دي عشان ما أسقلش على حد. وده بالنسبة للناس الخارجين، يقول الكلام دوت بناء على الكلام دوت، يقول لهم الجملة الجميلة دي، يقول إيه؟ لكي تسلكوا بلياقة. ترجمتها أراها في ترجمة تانية، بتقول عندئذ تكون سيرتكم حسنة السمعة تجاه الذين من خارج الكنيسة، ولا تكونوا في حاجة إلى شيء. الحقيقة مش بس بولس كان بيشتغل بإيديه، لكن لو تذكرنا أن المسيح له كل المجد، مبدع الكون القديم، قعد حوالي 30 سنة يعمل نجارا في النصرة. أعتقد ساعتها ما فيش مؤمن يعني فطن هيحتقر العمل الزمني، لا، ده واجب علينا كلنا أننا نشتغل. بولس كان بيشتغل، رب المجد ورب بولس كان بيشتغل، وعلينا نحن أيضا أن نشتغل بهدوء ونأكل خبز أنفسنا. العجيبة أنه يعني ليه بيقول الكلام ده في الرسالة دي؟ لأنه احتمال يكون بعض المعلمين المزيفين فهموا الإخوة اللي جمل الرب جديد دول في تسالونيكي، أنه بما أن أنتم منتظرين الرب اللي قرب يجي، منتظرين مجيء الرب، فخلاص بقى ما فيش داعي للشغل، فبيحرضهم لا، إحنا هنستمر نشتغل حتى وإحنا منتظرين الرب، اشتغلوا. وبعد كده في الرسالة الثانية هيقول زي ما حضرتك قلت، تشتغلوا بهدوء. لكن كمان عايز أعلق على عند الذين هم من خارج، فإن إحنا يكون سمعتنا معروف عننا كمؤمنين إن إحنا ناس محترمين في شغلنا، محترمين في سلوكنا، معروف إنه بنشتغل بأمانة وإخلاص إلى آخر الحاجات الحلوة دي. دي حاجة مهمة جدا. صحيح مهم قوي إن إحنا نكون مرضيين عند الرب زي ما بيقول في بداية الأصحاح، ترضوا الله. لكن كمان مهم قوي، بولس نفسه قال قدام الملك أغريباس: لذلك أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبرضو قال في رسالة كورنثوس الثانية: معتنين بأمور حسنة، ليس قدام الله فقط بل قدام الناس أيضا. فدي حاجة مهمة ما نهملهاش. صحيح ما نديهاش يعني الأولوية قبل إرضاء الله، لكن ليها دورها وليها أهميتها. العبيد بيوصيهم في رسالة تيتوس أنهم يكونوا غير مختلسين لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله. فعلا لما زي ما أنت بتقول يبقى محترم، إذا بياخد شغل بيعمله كما ينبغي، ما بياخدش زيادة عن المفروض أنه ياخده لكي يزين تعليم مخلصنا الله. برضو في تيتوس 3 يؤكد نفس الفكرة، تيتوس 3:14: وليتعلم من لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية. وفي أفسس 4: يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش أنا آخذ من غيري، لكن أنا أشتغل، وحتى لو أنا شخصيا مش محتاج، هناك احتياجات كتير أنا أقدر أشارك فيها. وأعرف ناس كتير كانوا بيعملوا كده، بيشتغل رغم أنه هو شخصياً مش محتاج، بس اللي الرب بيبعته له من الشغل ده هو بيحوله لناس أكثر احتياجاً فعلاً. كيف سيأتي المسيح؟ ما هو موقف الراقدين؟ كيف يتغير الأحياء؟ تحية العصر الرسولي ماذا كانت؟ مرن آثى قريب جداً، كل الهم والغم اللي احنا فيه هينتهي، مش عشان نروح لحتة بس أفضل، لك كفاية اللي فيها الرب. احنا مستنيين ده يحصل في أي لحظة، وساعتها بالنسبة لنا احنا هنشوفه طبعاً، لأننا هنقابل الرب في الهواء. عزيز المشاهد، رسالة تسالونيك الأولى رسالة تتحدث عن الحق الناصح، وأوضح حق نجده في كلمة الله بخصوص مجيء الرب الثاني نجده في رسالة تسالونيك الأولى. ندعوك لمشاهدة دراستنا معا في برنامج فاحصين الكتب لهذه الرسالة العظيمة.